مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. تحلو الأوقات باللقاءات العائلية، فهذه الأوقات تسجل في الذاكرة لتبقى حاضرة في ألبوم الذكريات. وفي برنامج همسات نقدم لك سيدتي كل ما هو جديد ومفيد، وحياكم الله معنا. البعض منا قد لا يستطيع أن يتماسك أو يمتلك أعصابه وقت النقاشات أو الخلافات، وقد تحصل هذه الأمور بين الزوجين، ولكن ماذا لو لم يتم أخذ عين الاعتبار أن هناك أطفال قد يتأثرون بهذه المواقف تأثيرا قد ترافقهم لمراحل متقدمة من أعمارهم. طبعا هذا الحوار راح نتكلم فيه ونتحدث فيه بتفاصيل أكثر مع الأستاذة جيهان صفر، مدرب حياة، يا مرحبا وسهلا فيك، وأيضا الأستاذة عايشة البيرق، سفيرة السعادة والإيجابية، مرحبا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيش أستاذة مريم. طبعا اليوم راح نتكلم عن موضوع يلامس وقعنا في، يعني ما نعمم بشكل عام او بنسبه كبيره، ولكن نعم موجوده هذه النقطه، وهذه النقطه لو هي مش ضروريه يمكن ما كنا راح نناقشها او نعطيها الاهميه، لان بالتالي في جيل معين راح يتاثر فيها، وهذا الجيل هو اساس المستقبل. اكيد، واصلا اساس المجتمع هي الاسره، هي النواه، بدايه تكوين المجتمع القوي الثابت، والطفل بحد ذاته هو البنية الأساسية في تركيب الأسرة وبناء المجتمع بالتالي. نعم، فنتكلم اليوم عن المشكلة اللي هي قد تواجه الأم والأب أو الزوجين في البيت، قد تصير مشكلة أمام الأبناء، فبالتالي يا أنهم يعني يأخذون زاوية لهم ويناقشون هذا الموضوع ويبتعدون الأطفال عن هذه النقاشات اللي قد تصل لمراحل متقدمة من الشجار، أو أن ممكن نشوفهم يضربون قدام أطفالهم أو قدام أبنائهم، فبالتالي تشوف الطفل ينشحن على أمه أو أبوه، أو ممكن يأخذ منهم هذه السلوكيات أو حالة نفسية ممكن تكون فيه. يتأثر طبعا، هذه كلها آثار تترتب على مشاهدة الطفل مثل هذه المواقف من بين الأم والأبو، فبالتالي يعني شو السبب اللي يخلي الزوجين ممكن يتصرفون هذا التصرف أمام أبنائهم؟ شوفي يا مريم، أهم علاقة في الكون إحنا نسميها وفي المجتمع علاقة الزوج والزوج. نعم. تعتبر أقوى علاقة وأهم علاقة، وفي نفس الوقت أكثر العلاقات اضطراباً. يعني شوفي عندنا الجانب الإيجابي اللي هي أهمية العلاقة هاي، وفي نفس الوقت اضطراب العلاقة. الرجل والمرأة يوم بيتزوجون، خلينا نبتدي من البداية. أنت يوم يا الرجل أو المرأة، أساس الزواج عندك شو كانت القيمة الأساسية في مفهوم الزواج عندك بالنسبة لك؟ شو الهدف كان من الزواج بالنسبة لك أنت؟ استقرار أسري، نفسي، وجود شريك حياة، استقرار نفسي، متطلبات، متطلبات يعني إعمار الأرض إحنا نسميه من خلال إنجاب الأطفال يعني. الشيء الثاني نفس الشيء بالنسبة حق الزوجة. هني ما أقول لك ما في أسر أو ما في علاقات ما فيها مشاحنات، إحنا ساعات نقول باللهجة العربية مصارين البطن بالدعارة، سواء الإخوان مع بعض، سواء العيال مع الزملاء أحيانا، بس خلني عند علاقة المرأة والرجل، لأن هاي تعتبر إذا قسناها بعد من ناحية الكونية أهم علاقة في الحياة. صحيح، وأساسها لابد الاحترام ولا إذا حطينا بالضبط الاحترام والمودة، الاحترام بالذات في الأساس رقم واحد في العلاقة. صدقيني العلاقة بتعمل 30 و40 و50، يا ما شافنا زيجات وصلت لمرحلة 60 و65 و70 سنة حتى الوفاة. علاقة تعتبر متكاملة من جميع النواحي. ما بقول لك كانت حياتهم كلها على قولتهم صفاء وعسل، إلا ما تي في أحيان معينة أشياء بسيطة إحنا نسميها ملح الحياة، ملح الحياة، بس يجتازونها. يعني ما بتشوفين الرجل نام عن زوجته ولا الزوجة نامت عن زوجها إلا في صار صفاء بينهم. طيب طيب أستاذة عائشة، لما ممكن صار خلاف أمام الأبناء ويعني وصارت هذه المشكلة، كيف ممكن الزوجين يداركون هذا الموقف بدون ما يدخلون أبنائهم في هذا الجو السلبي اللي قد مثل ما ذكرنا في بداية حوارنا قد ترتب عليه سلبيات على شخصية الطفل؟ ممكن يصير انطوائي، ممكن يأخذ هذه السلوكيات يتعامل فيها مشاكل كثيرة مع علاقات الخارجية. نعم، طبيعي أن الزوج مثل ما قالت الأستاذة جيهان والمرأة هم عناصر أساسية في تكوين المجتمع، لكن كل ما كان في تفاهم، في احترام متبادل، لأن أي علاقة تبدأ عن الاحترام مثل ما قالت سوف تستمر مدى الحياة. لكن في حالة وجود مثلا درب أو مثلا نزاع أو خلاف، لابد أن يحكم كل منهما العقل، وحدوث نوع من المرونة أن يتغاضى أحد الطرفين للطرف الآخر، ومعالجة المشكلة في يعني لحظة هدوء، ربما يكون هذا أخف الأثر على الطفل نفسه، بدل ما تكون هناك
تصاعد لأزمة أو مشكلة أو ممكن انهيار أسرة كاملة. انهيار أسرة كاملة لو البيت كله صار غضب خلاص. أيوة. فتحاول المرأة بطبيعتها كم يعني كوكبة مشاعر هذه النقطة دائما يقولون إن المرأة لازم تتنازل. أيوة. والمرأة لازم تحتوي الرجل تمتص الغضب. دائما واخذين فكرة التنازل معناتي إني أنا مالي قيمة خطأ. أو معناته أنا على قولتهم هدرت كرامتي ومعناته إن أنا الأضعف. الأضعف لا لا هني أنت الأذكى، أنت أساس المجتمع اللي يسموه الذكاء، أنت أساس الأسرة. أنت أساس الأسرة، أنت بإيدك تقدرين تتحكمين في هذا كله. حتى عندما يثور الزوج بغض النظر عن شو ما كانت أسباب الثورة هاي في الموضوع سواء كان مثار من الصوب شو الله من الناحية المادية حدث خلل معين، الرجل طبيعته النفسية يستثار بسرعة أكثر عن الحرمة أكثر عن المرأة. هني أنت كأمرأة أنت بذكائك تقدرين تمتصين الموضوع. وفي نصيحة وايد مهمة أتمنى من بناتي من خواتي، موضوع الشجار لو صار لا قدر الله بينك وبين زوجك اتمنى ان تبتعدون فيه عن البيت، عن المكان او عن البيت عن البيت وايضا عن غرفة النوم. غرفة النوم طاقية احنا نسميها مكان للسكن وللهدوء والسكينة والراحة. اذا انت نقلتي سواء خلافات سواء صوت عالي سواء حتى مفردات سلبية ممكن تكون بينك وبين زوجك، حتى لو كانت مفردات سلبية في داخلك انت لا تخليني في مكان سكنك لأن هذا هو المكان المخصص للراحة. أبو العيال في السيارة نتمشى في السيارة نشرب شاي نشرب قهوة ومنها تغيرون الجو هدوء للنفس تبدأ تهدى هذا الجو الحادم بين الزوجين ابتدي عاتبي بيبتدي عاتبك حسيتي أن هذا مو بوقتك يروح. طبعا كل أحر ما أدرب طبيعي الزوجة مو بوقته عقب 3-4 ساعات ممكن لازم أعرف مفاتيحها أمطي بالضبط هذه المفاتيح اللي ما نعرف وين ضايعة. لا هي كل مرأة تستطيع أن تعرف المفتاح الخاص بزوجها وتستطيع أن تتحكم فيه في الوقت المناسب. والمرأة الذكية مثل ما قالت الأستاذة جيهان الذكاء الزوجي أو يعني الذكاء الاجتماعي عندي أي شخص أيوة حاضر لابد أن تحسن المرأة استخدامه في الوقت المناسب لأن إذا يعني أهملته ممكن تتفاقم المشكلة، لو تجاهلته ممكن تزيد الفجوة بين الاثنين وتتأزم المشكلة وممكن تؤدي للانفصال. صحيح يعني احنا ممكن نشوف كثير من الأسر صار في انفصال بين الزوج والزوجة بسبب هذه المشاكل. طيب الأمور اللي تترتب على الأبناء، الابن ممكن شخصيته كاملة تختلف، هذا الابن ممكن ينشأ بنشأة معينة ويكون شخص بصفات معينة لكن لما تصير هذه المشاكل راح يكتسب صفات يعني مش غير سوية ولكن مش صفات عدائية. أنت لا عدائية أو ممكن يكون ضعيف يمكن حتى عندك المعلمات يمكن الأقدر على قراءة الأطفال من خلال المدارس. صحيح. خلي إذا يراجعوا مشكلة نفسية أو مشكلة سلوكية عند أي طالب من طلاب الصف أو طالبة إذا تأخذها المعلمة والأخصائية النفسية على جنب إلا 90% تحكي لها كل بحكم خبرة تربوية سابقة ترجع لك بشو السبب البيت انفصال. صحيح سبب كانت إشكاليات بين الأم والأب سواء سوء معاملة من الطرفين الألفاظ التعامل أو الأغلبية يشلون معهم هذا الشيء يكبرون وينشؤون أسرة ثانية وتكرر نفس المأساة. لأن أيضا في يعني في أبحاث أيضا أجريت على الأطفال في عمر 6 شهور يعني حتى الطفل في عمر 6 شهور يتأثر من هذه الخلافات ومن هذا الصوت اللي راح يكون عالي وممكن يعني حدة في التعامل. فهذا الطفل في عمر 6 شهور إذا تعرض لمثل هذه البيئة في الأسرة قد ينشأ طفل قد يرتفع عند الضغط بنفس الوقت. يعني لما قاسوا الضغط عند هذا الأطفال ترتفع يرتفع ضغط الدم عندهم فبالتالي هذا الطفل في هذا العمر قد أصلاً الحياة الطبيعية له. صحيح. فيعني هو مش فقط عمر معين يمكن ما راح يعني ما راح ينظر فيه هذا الطفل بعمر شهور، ممكن الطفل الأكبر راح ينظر لا حتى اللي هم منسوب الأمان يخف عنده. حتى البنت باكر لما تتزوج لا قدر الله صارت معها لو حتى إشكالية بسيطة بينها وبين زوجها تترى لها صورة حياتها بتلجأ حق أمها وأبوها اللي كانت طول مراحل حياتها تشوف الصوت العالي عندهم بينهم. هذا راح يخلق عندها البعض خوف يعني من الزواج مش فقط خوف من الزواج أن الحل لهذه المشكلة مع زوجي أن أنا أصارخ أن أنا أشد معاه بالكلام. أيوة. لأن هذا اللي هي كانت تشوفه السلوك اللي كان يستخدم في منزلها أو أعاند أو أكابر. فدائما أنا أنصح بناتي وخواتي أقول لهم
ترى مو معنات التنازل او معنات المرونه في العلاقه، او حتى مو شرط علاقتي مع زوجي، حتى علاقه مع صديقه عاطله او هي كذي، هذا نوع من الارتقاء بالذات. فن لا، هاي الارتقاء بالذات ليش؟ انت تحبين نفسك مثل ما تحبين نفسك، ما ترضين ان انت تسيئي لها باي نوع من باي شكل من الاشكال. فهني تكونين على حياديه، بعطيك ساعه ساعتين هدي هدي، بعدين تتناول الحديث مره ثانيه. انا طالما انت غضبانه وانا غضبانه وانت غضبانه او انا غضبانه، ناخذ ما في مجال. طيب ليش هذه الامور يعني تغيب عن الزوجين؟ ليش ما كل واحد منا ياخذ على نفسه يعني، او يكون قد المسؤوليه ويقول لا انا اللي راح ابادر وراح ابتعد عن هذا الجو، او ابعد زوجتي عن هذا الجو، وناخذ لنا زاويه ونتناقش ليش هذه الحاله. لو تلاحظي استاذه مريم، لو كان في وعي بين الازواج عن طريق الحياه الزوجيه السليمه، او مثلا حتى يعني الام، مثلا الام ام البنت مثلا اللي هي الزوجه، تكون تتناولها ان لازم المراه دائما تكون هي القلب الكبير الواسع اللي يحتوي الأسرة، الزوج، الأبناء. هل الزواج الحين تضغط هذا العمر أيضا له دور أستاذ؟ أكيد، لأن كل ما كانت المرأة يعني ناضجة وعندها اكتمال فكري عقلي، مسؤولية، يعني تحمل، مرونة، كل ما حسيتيها هي قادرة على بناء أسرة سليمة. وأحيانا حتى الخبرات المحيطة، يعني دورات سواء من دورات، حتى المحاكاة في وسط الأسرة أو في وسط العائلة. صحيح. يوم تشوف أسر سعيدة دور مدايرها في محيط عائلتها، تحاول تحاكيها، تبغي تنشأ في أسرة. وما طيب. ما بل ما بنخفي دور الرجل، ترى ما بكل الرجال سيئين، وما بكل الرجال اللي هم طبعا لا اللي هي أكيد. نعم. طبعا نقول بين الطرفين، واحترم رجال كثير كثر بعد من اللي تحاول تتغاضى، هم يتغاضون، هم اللي يمتصون غضب المرأة. صحيح. وفيهم ذكاء راقي، فطري تحسي طبيعي، ذكاء راقي، يعني انه هو يمتاز غضبه، تشوفينه هو اللي هدى الزوجه. زين اخر حتى لدرجه انه يوم تجيني الزوجه تقول صراحه احيانا اقول يعني انا ما تصورت رده فعل رايدي، لدرجه اني كنت في خاطري يعني انا شو سويت؟ ان بهذا الاعتداء. ودائما المراه تقول المفروض انا كنت ابادر بهالشيء. أيوة. بس كبرياء المراه دائما تحسيها ساعات مثل ما قالت استاذه جهاد، تفكير الاهل يغرس في المراه اني انا مثلا اعتذر او ابادر، هذا ضعف، ها استهانة، ها انقاص من حقي. بالعكس، علاقة المرأة بالرجل أو الزوجة بالزوجة علاقة تكامل، توازن. صحيح. هم سر الحياة. كل ما أعطت المرأة لهذا الرجل فرصة في التعبير، كلما أذابت جميع تلك الشوائب أو مثلا الأشياء السلبية التي ممكن أني أخذها مثلا من غير قصد. وكذلك هي لو أعطت نفسها الفرصة للتفكير في أي موقف قامت به وبادرت بمصالحته، كلما كانت الحياة جميلة. ليش أقول مبدأ الاحترام بين الزوجين أساساً؟ تبتدي طبعاً وقت الخطوبة والملجة. طيب قبل ما تبدين في هذه النقطة أستاذة جهان، هل تعتقدين في هذا الزمن في مع هذه التغيرات في الحياة في سن معين لابد بالنسبة للبنت وأيضاً للشاب، السن اللي تعتقدين في هذا الزمن صار مستوى التفكير عند البنت خلاص صارت راشدة بحيث أنها قادرة على بناء أسرة ومسؤولية؟ شوفي، إحنا ساعات أحياناً التكوين البيئي أو المجتمع أو بين الأسر، في أسر معينة تزوج بناتهم صغار بعد الثانوية تقريباً، وفي أسر لا. تعطي الحرية حق البنت متى ما الرجل المناسب أو الشاب المناسب وصل لها هو اللي بقى. بس في الانفتاح اللي صاير عندنا وفي الوعي اللي صاير عندنا، يعني أتمنى أن كل واحد ياخذ وقته. لان انت داخله ما بداخله على شيء بس مده سنه سنتين، متى ما مليتي بترجعين بيت ابوك. هذه حياه تستمر مدى العمر. احنا كنا في مرحله وبننتقل لمرحله جديده مستمره مع عائله الاخر، واضافه لحياه المراه وايضا اضافه لحياه الرجل. بالضبط، بكون فيها اسره وبيون اطفال وبيون اسره، بتكون فيها اسره ثانيه، يعني مسؤوليات، هي نصف ثاني من حياتي. فعشان كذي الواحد يفكر فيها بنضج بعقل اكثر. ليش انا اقول كلمه الاحترام؟ طالما وجد الاحترام معناته انا ليش احترمك مريم؟ انا احافظ على الاشياء اللي ما تزعلك، احافظ على الاشياء اللي ما تكدرك مني، انا احافظ على مساحه الحريه الخاصه فيك. من انا اتكلم من الجانبين، من الرجل او من المراه، طالما وجد هذا الشيء الاحترام اللي خاص فيك، تلقائيا بتشوفين ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة طالما اتفقنا. ولو حتى وجدت المشكلة تلاقي أنه دائما ينظر للجوانب الإيجابية فيه. هذا نتمنى طبعا سبحان الله يكونوا بهذه الطريقة. طبعا احنا في نهاية يمكن حوارنا بهذا الموضوع، نتمنى أن كل زوج وزوجة وأيضا أم وأب في كل أسرة يعني يحافظون على
النظام الداخلي في أسرتهم من خلال أنهم يتحاورون مع بعض بنقاشات أكثر رقي وحضارة وثقافة. تعرفي بعد لو لجأنا أستاذة مريم لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت مع زوجاته يعني وعلاقته، تحسي عالم ثاني. ساعات تتمني لو ترجعي لتلك الفترة وتقولي كيف كان الرجل، هذا كان رقي الأسلوب واحترام. أيوة بس هذا هو القدوة الأولى لنا اللي لازم كل النساء والرجال يقتدوا به. فلو إحنا مشينا على تعاليم ديننا الإسلامي وقادتنا والرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة، بتلاقي إن إحنا لا نحتاج إلى مثلاً دروس أو حتى دورات أو غيرها، لأن إحنا ديننا كفيل يعني نعيش حياة سعيدة. لأن هي بالنهاية نقدر نقول هي ثقافة، وهو هي يعني تقاليد قيم بناء ذات وشخصية ومبادئ في النفس. فطبعاً هذا الموضوع يعني يمكن إحنا نضع بس النقاط المهمة، أن مراعاة هذه النقطة حتى أن نبني جيل سليم لي يعني جيل يحتوي على ثقافة معينة وراحة وعلاقات أيضا اجتماعية فكرية سليمة بين أفراد المجتمع. طبعا راح ننتقل لمعلوماتنا في هذه الفقرة. راح ننتقل لمعلوماتنا الأولى، أن في العادة الأشخاص العصبيين يكونون في الواقع أكثر الناس طيبة، وتظهر تضحياتهم ومساعداتهم في المواقف الصعبة دائما بشكل مفاجئ. فالسلوك العصبي يعبئ الموارد النفسية ويعزز تصحيح السلوكيات الخاطئة، وهذا ما يجعل العصبيين يمتلكون قلوبا رحيمة. أنا أيد الصراحة هذه. يعني أنا كنت أقرأ المعلومة وسادة عشاء تضحك في شيء، ليش كنت تضحكين؟ كثير منا من يرى شخصيات عصبية جدا وتثور، لكن مع أول تعامل أو أول حوار ترى أنها تتقابل مع قلوب صافية نقية. كنت في فترة يعني أنا عن نفسي يعني أي موضوع تناوله إذا كلفت به ممكن بعصبية، لكن مع أول حوار مع أي شخصية تتلمس فيني ذلك الإنسان الذي يملك قلب رحيم معاون ومتعاون. أنت عصبية في أي لحظة؟ المرأة بطبيعتها معنا هيئة السبع أبدا مش عصبية، هادية رايقة. لا مو بهادية، هي بعض المواقف طبيعة المرأة دقيقة ملتزمة مسؤولة، مثلا تكلف بكثير من الأمور، فإذا انتابت مثلا العصبية لأي خطأ مثلا في أي موضوع من مواضيع الحياة، هذا ليس دليل أنها لا تملك قلب، وإنما المرأة كتلة من المشاعر. صحيح. لكن تحتاج من يبحث عن هذه المشاعر ويحتويها. يا سلام هذه المرأة. المرأة دائما ناعمة بفطرتها سبحان الله. هي سالفة الأعصاب إذا بتناولها من الصحة النفسية، العصبية المفاجئة هاي أو الثورة المفاجئة ترى تقتل بعض الخلايا في جسم الإنسان. فعشان كذي وايد دورات الحين إدارة الضغوط والأزمات وإدارة الغضب والأمور هاي كلها على فكرة جدا مفيدة. وأتمنى حتى لو الواحد يقول عن نفسه أنا ما بعصبي، على فكرة العصبية ما بشرط أني أثور في وجهك مجرد أني أرفع صوتي. لا أحيانا حديث النفس النفسة داخلك بينك وبين أيوة. نفسك تحس أن عملك متوترة، تحس أن عملك ماكلة، إحنا نسميه باللهجة العامية ماكلة نفسك. صحيح. فهاي النقطة بعد تعتبر جدا يعني سيئة في خاصة الناس اللي يبون يعيشون عمر أطول بصحة نفسية. صح صح. لأن أيضا العصبية تقلل من العمر. إيه وخلينا نقرأ في هذا المجال وايد، يا في برامج على القنوات في سواء للتخفيف العصبية والغضب وتخفف هالأشياء. ولا ما كانوا بيسوولك تعرفين الدورات هذه؟ صحيح. وأحيانا موسيقى معينة تسمعينها في فترات معينة، قرآن كريم حتى بالضبط، تهديرك أشياء معينة تمشي لك على نيرز معين، على موجات عصبية معينة. دخلت في مرحلة هدوء. نعم. بلا يعني بالعكس احنا محتاجين مثل الهدوء والسكينة في حياتنا مع تسارع الحياة، ويمكن حياتنا تكون الحياة اليومية عندنا متسارعة وضغوط الحياة ايضا كثيرة، فنبتعد عن العصبية ونشتري راحتنا حتى يعني نحظى بعمر اطول. ايوه. نعم. وبعدين تعرفي مثل ما قالت الأستاذة جهان، احنا لو بعد اتبعنا عادة انه مثلا في اليوم اكتب الاشياء اللي ضايقتني وشو سببها، بحاول انا بطبيعتي كانسان اني اتفاداها او اتجاهلها. ايوه أغير منها. نعم. فمثل ما قالت في ساعات احنا امنيات نتمناها فبنكتبها، حققناها ممكن الحين ممكن بعدين، وممكن بعد نكتب الاشياء السلبيه فينا اللي هي الورقه المخفيه دائما في ذاتنا وما نحب. ايوه وما نحب ان احنا نوصلها لاي حد، لكن هي موجوده، لكن احاول اخفيها بطريقه لبقه.
تخدمني أنا. نعم. طيب ننتقل لمعلومتنا التالية. طبعا المعلومة تقول أنك إذا خصصت 4 ساعات يوميا للعمل على شيء تريد تحقيقه غالبا ستصل لأهدافك في مدة وجيزة بشكل قد لا تتوقعه. فهناك قاعدة سيكولوجية تفيد أن قضاء مدة 4 ساعات بالعمل اليومي الجادة كفيلة بتحقيق نتائج مبهرة حتى مع الأمور التي تبدو معقدة. شو رأيكم في هذا الموضوع؟ صح. هو صحيح، وبالشرط على فكره 4 ساعات متواصله. يمكن الحريم مثلا يتفاجئون 4 ساعات ورا بعض ممكن اسوي شيء، خاصه اذا بتكلم عن هوايات معينه، عن مشاريع معينه. هي الساعات متفرقه. حطي الهدف، انت اذا القيم تحطين الهدف اللي تبغين تنجزينه، سواء الامر دائما يقولون اكتبينه استاذه جيهان. بالضبط، لازم يعني اكتبه، ما تخليه عشوائي. لا، طالما انا دائما اقول لهم طالما ظل هني بيظل هني، كحلم او كامنيه. طالما انت حطيتيها على ورق معناته تعطينها اشاره للبدء. فهي نقطه مهمه، مجرد ان الهدف تحطينه انت تلقائيا من اللي تشوفين الهدف اللي حاطينه قدامك بتعرفين الخطوات اللي توصلينه، وبتنجزين يمكن في اقل من 4 ساعات ايضا، وبتبدي تشتغلين على هدف ثاني. بس مجرد الشيء واضح قدامك ممكن تركزين عليه بتوصلي له بسرعه. وتلاحظي كل ما كان عندك قوه تركيز للهدف اللي انت قابل لقياسك وتنفيذك، كل ما كان عندك سرعه انجاز انت ما تتخيليها. سبحان الله، يعني مثل ما قالت استاذه جيهان، اذا حددتي هدفك في الحياه تلاقي وقتك يمضي وانت بعدش تنجزي، مثل ما تشوفي يعني كثير من الشخصيات الناجحه. صحيح، لان انت مركزه في هذا الشيء. الشخصيات الناجحه لا تكتفي بهدف واحد، تحقق هدف تنتقل الهدف الافضل الاقوى. تشوفين عملت شيء سبحان الله، انا فرحانه ناشف. أيوة. في حافز عندي. أه. في شغف عندي للانطلاق. يعني هذا الشيء طبيعه اللي حواليه ايجابيه وسعاده. أيوة. على الشخص نفسه لانه ينجز. واللي حواليه استاذه مريم يلاحظ التغيير اللي حصل لك بطريقه فظيعه ويحاول يحاكيش، لانك صرتي قدوه. آه، يعني صرتي تجذبين الاشخاص. أيوة. اللي حواليك انه يشتغلون بطريقه غير مباشره، انت ما قصدك، لكن طبيعه الهدف اللي انت حققتي وانجزتي تخلي الناس دائما شو الشخصيه العجيبه هذه، شو الانسان اللي قادر سواء كان رجل ولا مره قادر انه ينجز بهالطريقه وبهالدقه وبهالسرعه. تبدي تتغير حياتك يعني 100%. سبحان الله. طبعا نتمنى يكون هذه الشخصيات اللي تسحب الناس اللي حواليها لانها تنجز وانها تكون شخصيه ايجابيه وملهمه للاشخاص اللي حوالينها. طبعا متواصلين في حوارنا في همسات لهذا اليوم، لكن راح نطلع لهذا الفاصل القصير ومن بعد نتابع همساتنا المسائيه. متواصلين معكم مشاهدينا بعد هذه الوقفة، وما زالت المرأة الإماراتية تسعى نحو تحقيق الإنجازات سواء على صعيد إمارة الشارقة أو حتى المنطقة الشرقية. وفي فقرة سيدات من الشرقية نستضيف تلك النخبة من السيدات لنتعرف معهم على تلك الإنجازات التي حققتها كل منهن. طبعا يسعدنا نرحب بضيفتنا شمة الحمادي صاحبة مشروع فنون شمة. يا مرحبا وسهلا فيك شمة. أهلا فيك حبيبتي. اليوم احنا سعيدين استاذه جيهان واستاذه عائشه ان نستضيف شمه كفتاه اماراتيه ما شاء الله عليها صاعده، راح تكون ان شاء الله من الاماراتيات اللي يتركون بصمه سواء في دوله الامارات او خارج دوله الامارات باذن الله. ان شاء الله، لان دائما التميز يعني يبدأ. وانا حبيت اسم مشروعها فنون شمه. فنون شمه تاكيد للذات. أيوة. حلو، هذا شيء جميل. ان ايش معنى فنون شمه؟ ما اخترتي اسم ثاني؟ لاني اساسا فنانه تشكيليه. اوكي. فنانة بالرسم أو تصميم الأزياء، فنان الكروشيه، حبيت أدمج كل هالفن باسمي بصمة فنون شمة. حلو، بصمة قوية. هاي الثقة هاي إثبات الذات. طبعاً اليوم إحنا حابين نبرز هذا الجانب المميز في شمة. شمة ما اكتفت إنها خلصت من الدراسة واكتفت إنها تقعد في البيت، لا، خلقت من مهاراتها وهواياتها اللي تحبها أنها تكون مشروع خاص فيها وما تنتظر الوظيفة. يمكن الكثير يقعد ينتظر الوظيفة لحد ما تي ويشتغل على نفسه، لكن هي اشتغلت على نفسها يعني من أو قبل حتى ممكن ما تخلص دراستها الجامعية. خبرينا عن هذا المشوار الجميل. بديت تقريبا من أنا عمري 10 سنين في مجال الرسم، حبيت أنمي خطوة بخطوة. شاركت في عدة مشاريع مسابقات داخل وخارج الدولة. أول مسابقة اللي كنت وأنا في صف الرابع وحصلت على مركز أول على التوالي على مستوى المنطقة الشرقية. ما شاء الله، الله يحفظك. فحبيت الرسم أكثر، حبيت أطور من نفسي أكثر، تعلمت مع عدة أساتذة فنانين داخل الدولة
عدة جنسيات مختلفة. دخلتي دورات يعني؟ اي دخلت تقريبا حدود 35 دورة فنية. شاركت حتى بعد قدمت ورش في دورات للبنات انا بعمر 16 سنة. حلو لما تكون في عمر 16 سنة تلامس فتيات في نفس عمرها وتدربهم. مع انه كان في فئات عمرية كبيرة بس الحمد لله تعلموا مني. وحتى مارست الخياطة، حبيت ادخل بين الرسم عقب الدمج في الخياطة وتصميم الازياء، حبيت انوع. من بعدها تمكنت شوي اكثر ان كيف اقدم ورش وشاركت في عدة معارض داخل وخارج الدولة ونميت مواهبي خطوة بخطوة مع الأساتذة وطلعت الحمد لله. ما شاء الله عليك. شغل الإيد دائما أنا أسميه فيه بركة سبحان الله. يوم تعملين بإيدك سواء من ناحية رسم، تصميم، خياطة. وأعتقد شمة بعد تغليف هدايا. تغليف هدايا وفي بعد مشاركتي في النحت بعد أكثر بعد. جميل. يعني هي كل الجوانب الفنية. جميل لأن الشمة اللي أعرفها ما في حد ساعدها في مشروعها كمشروع من ناحية رأس المال. دعم مادي. نعم. اشتغلت على نفسها، الفكرة اللي اشتغلت عليها شمة استغلت موهبتها أنها يمكن ترسم على الأكواب تيشيرتات. خبرينا عن هذا الجانب، يعني بنيتي رأس المال بنفسك وكونتي مشروعك الخاص اللي هو الحين على واقع الأرض. نعم. أول شيء بداية كنت بديت على رسم الأكواب والتيشيرتات، كنت في جامعة الإمارات، كنت ألبس لنفسي أحب أكون مميزة بينهم. حلو. فكل حد يشوفني يقول مو لها تيشيرت، أقول لهم أني أنا مسويتها فيبون. فكنت أسوي لهم بس كأفري، فلما شفت إقبال كبير عليه كنت تسوين بفري لو أنا كنت بسوي بفلوس. بعدها شاركت في معرض كان في السكن طالبال وكان للبيع، فعرضوا الحمد لله شفت الإقبال وايد. فبدأت هني بدأت مشواري، فتحت لنفسها أبواب. يعني هني لا هني نقول حق شو بعد حق البنات، لا تقولين ما عندي رأس المال أو من وين ببتدي. أيوة صحيح. أو أنت بدأت برأس مولني. يعني هالشيء حلو، بدأت من مشروع موحة جذبت رأس المال وكونته وانطلقت في مجال عالمها. البعض ممكن حتى في سنها يقول لا أنا ما راح أبيع، أنا ما راح وما عندي وين. هي ممكن يختلق لعمر الأعذار أو أنا بيقولوا عني راح أبيع عشان أحصل هي مادة أو غيرها. هاي مسؤولية، هاي منطقة الراحة اللي دائما نسميها الناس اللي يحبون يعقون عمارهم فيها. صح. خلاص جالسة في مكاني بتيني الوظيفة بسلم راتب شهري دوري وكذا. صحيح. أو أهلي يصرفون علي. شمة نطت من منطقة الراحة اللي يقول هنا اللي خارج الدائرة هذه أين تكمن المعجزات احنا نسميها. أو خارج الصندوق هي فكرت بطريقة مختلفة تأهلها أن هي تظهر. بالضبط. عشان كذي أبدعت وما شاء الله وصممت المعجزات. صحيح. مشروعك الحين فنون شمة الموجود هذا كيف بديتي فيه ومن تأسيسه لحد الحين تشرفين فيه كمشروع تستقبلين فيه زباين لهم طلبياتهم، كيف ممكن توافقين بين هذه الأمور كلها؟ كنت بادية تقريبا من 2012 كونت نفسي بس عن طريق الانستغرام والأونلاين ماركتينج التسويق. عن طريقه بديت كونت لي رأس مال تقريبا حدود 50,000 بالبداية. كونت نفسي بعدها حبيت أني أطلع للخارج. مع أن الوالدة ما كانت وافقة أن بعمر 21 سنة كيف أطلع عمر صغير. فدميت صبرت أنه بعد سنة أنه خلاص سنة 22 أنا بطلع. بعد رفضت بس بالنهاية وافقت الحمد لله طلعت وسويت اللي أبي. كان في عندك إصرار. إيه إصرار. الحمد لله. طيب قبل ما نكمل هذا الحوار الجميل والشيق راح نطلع لهذا التقرير نشوف شمة في مجالها وفي مشروعها وراجعين نستكمل معاكم هذا الحوار. شمة خميس الحمادي فتاة شابة لديها مواهب متعددة في الرسم والتصوير وتصميم الأزياء والإكسسوارات، وعلى الرغم من إجادتها التامة لكل ما تمتلك من مواهب فإنها تفضل العمل اليدوي وتراه مجالاً خصباً للإبداع الفني وكذلك الرسم الذي يعبر دائماً عن ذاتها ويمنحها القدرة على الغوص في أدق تفاصيل الحياة. تتميز شمة الحمادي بمحلها فنون شمة للهدايا بمنطقة اللؤلؤية في خورفكان
والذي تستوحي منه الأفكار من خلال الطبيعة والتنوع وعدم التكرار هو ما يميز شمة. فحين يقوم الزبائن بزيارة المحل يجدون الأفكار التي تناسب الزيارات العائلية والمناسبات الخاصة، وهو ما يؤكده حجم الإقبال وقائمة الطلبات التي تخصص الكثير من وقتها لتلبيتها للزبائن مع تعدد وتنوع أذواقهم. طبعا تابعنا شمة في مجالها وفي مشروعها الخاص، ونستكمل حوارنا مع شمة. شمة، كنا نشوف هذا المشروع الجميل طبعا من تغليف ومن ورود ومن أشياء، طبعا أنت متخصصة في هذا المجال، حدثينا أكثر عن هذا المشروع وهو كيف. طبعا هذا المشروع أكيد محتاج كثير من المهارات، أن الواحد يعرف كيف ممكن يسوق لمشروعه، كيف مساعدين دراسة سوق العمل الأشياء المرغوبة، حتى أنها هي الحين مسؤولة عن بزنس. عامل ممكن يكون عندها في مشروعها. نحن مسؤولة عن عاملين الحمد لله، عاملين يعني هي أيضا قائدة لمجموعة معاها. نعم، بديت أول شيء كان ثاني كورس لي في الدراسة، قررت أني خلاص أفتح مشروعي. كان دراستي اللي هو برنامج إنجاز لتهيئة سوق العمل، فمن خلاله أني قدرت أعرف أطبق المشروع نفسه من خلال هالدراسة اللي درستها. لأن في دراسة جدوى وفي، لكن أنا ما درست أسوي دراسة جدوى ولا شيء. عقلي التاجر مثل ما يقولون. الله يحفظك يا رب. شفت الثقة، شفت الثقة. الله يحفظك. وبديت أول شيء شفت إن كم الإمكانية رأس المال، خطط بروحي بنفسي، حتى رحت للمستأجر نفسه قلت له كم وهذا، قال لي فهو تحراني إنه أحد من أهلي ما يدري إن أنا بأخذه. فخاف من الموضوع، سألني كم عمرك؟ قلت له العمر 22. هل تقدرين تسوين هالشيء؟ قلت له أقدر. فحتى ما أخذت أي أحد من أهلي وياي، فسويت كل هالإنجازات كلها بروحي الحمد لله. سويت أول هاي ثقة بالنفس ولا أنت عارفة وين قاعد تمشين؟ وهذا على مر الوقت إن شاء الله بتفتخرين فيه وتقفين على منابر وايد بتشرحين الطريقة العصامية اللي بديتي فيها. صحيح. فبديت هالشيء حتى يوم أكمل إجراءات اللي كانت التنمية الاقتصادية أو البلدية يسألوني ممكن تواصلني مع شمة تجيب صورتها أو الهوية، فأقول لها شمة موجودة قدامكم، فيستغربون. فكان ينصدمون صدمة لهم، فحسيت نفسي كأني مسوي إنجاز عظيم يعني. أكيد. فالحمد لله مشوا أموري رغم إني أنا أدرس، فتساهلوا معي. فخلصت الحمد لله خلال 21 يوم من كل الإجراءات وفتحت المحل. جميل. وطبعا اكيد في زباين راح يجون لهذا المحل، راح تتعاملين مع مختلف الفئات العمريه من الفئات. نعم. تنظيم حفلات اعتقد تسوين شمه وتنظيم حفلات استقبال مواليد تخرج. كيف تنسقين امورك حتى ان انت تسلمين الناس مثلا الشغل اللي هم طالبينه بالوقت المعين؟ اكيد في مناسبات بوقت معين. اي لا، ان الطلب قبلها باسبوع، حتى اللي مثلا ارجنت خلاص اذا حطيت الهدف ببالي اسوي يعني نفس اليوم اسلمه الحمد لله. يعني ممكن هم يطلبون ايضا مواصفات معينه؟ اي اقبل ارائهم. مرات اذا مثلا وحده عندها صعب انها تختار الذوق فاقول لها بسوي لك على ذوقي، فالحمد لله اغلب الديزاينات على ذوقي راضين. أيوه. الحمد لله. طيب نظره اهلك يعني بعد التغيير؟ امك عقب ما كانت تقولك انت بعد صغيره. ايوه شو الحمد لله صارت تفتخر فيني، حتى خلاص ما قامت تقول لي ان انت وين رايحه او شو بتسوي، خلاص اعطتني الحريه. اعطتني الحريه اني شو اسوي عادي. دائما الام يكون عندها شوي يعني خوف على ابنائها، حرص. والام تظل ام حتى يوم عيالها يكبرون يعرسون ويتزوجون ويجد بعد تحاتي البنت هذه. أيوة. صحيح. في نظرها بعد صغيره تطلعين على الاشياء اللي في نفس مهنتك يعني على المستوى العالمي خلينا نقول او المستوى العربي خارج هذا. اي اشوف بس ما احب اقلد غيري، بس اشوف مثلا في ناس يطرشون لي صور مثلا من المكان الفلاني انه اسوي لي نفسه، فاقول لها اسمحي لي انا ما احب بس بصمتي الكوبي. الخاصه. اي بصمتي الخاصه. ثاني شيء ما احب ان الطرف الثاني انه يخسر تجارته نفس الوقت انه يجي لاقبال ثانيه، يعني احب اسوي شيء يكون مميز بي. مميز خاص جدا. زين، اصدقائك بعد هالتغيير والتطوير كانوا حابين يشاركوش في المشروع؟ وايدين طلبوا مني إن يشاركوني، بس ما أحب أقبل الشراكة مع المشروع. ليش؟ شوي صعب إن إذا كان في الطرف الثاني هم مثل اللي يكون خلافات هم الفلوس. يمكن الرأي والرأي الآخر يستوي، خاصة إن هي فنانة لها عندها رأي في اللوحة التراوالي أو في التصميم، حتى عندها فكر معين لمشروعها هي حابة يعني إن تمشي فيه.
فعسبتي ما احب اخبر الشراكه الا اذا كان حصلت شريك ثاني انه نفس فكرتي نفس الراي اللي بيسوي نفسه فعسبت كذي ما يعني لما تكون فكره الشريك متناسقه مع فكرتها ممكن يكون توافق بينهم توافق سبب نجاحك شما اذا بنقول عقب 5 سنين اذا الله اعطانا العمر اعطاك العمر الصح ان شاء الله وين تشوفين عمرك؟ صح اشوف عمري ان شاء الله على المستوى الخارجي ان شاء الله على المستوى الخارجي ان شاء الله العالمية ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن واحنا نفتخر ان تكون بنت زايد تمثل دولتها برا دولتها ان شاء الله ان شاء الله طبعا شما نتمنى لك التوفيق وما شاء الله عليك انت مثال الفتاه الاماراتيه الناجحه اللي ما شاء الله عليها واثقه من نفسها واثقه من نفسها وقادره انها تبني لها مستقبل تصنع بايدها فنتمنى لك ان شاء الله التوفيق وان شاء الله نشوفك بالعالميه مثل ما تطمحين ان شاء الله حبيبي شكرا للشمع حياك طبعا مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد نستكمل معاكم همساتنا لهذا المساء متواصلين معاكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل في فقرة بصمة إماراتية طبعا نتحدث عن هوية نسائية إماراتية تركت بصمتها في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة نتحدث اليوم عن شخصية فارقت الحياة ولكنها ما زالت تعيش بين أفراد المجتمع بأعمالها وبصماتها الخالدة التي تلامس فيها العديد من ساهمت في شفائهم وعودة الأمل والحياة لهن ودعمها لكل سيدة أو امرأة سواء في مجال ريادة الأعمال أو غيرها لأنها لم تتوانى في تقديم كل ما يمكنها تقديمه لأي كان هي الراحلة المغفور لها بإذن الله أميرة عبد الرحيم بن كرم خلونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير وراجعين لكم المغفور لها بإذن الله سيدة الأعمال الإماراتية أميرة بن كرم هي نائب رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ورئيسة مجلس إدارة سيدات أعمال الشارقة ومديرة القافلة الوردية وتعد واحدة من أبرز الوجوه النسائية الناشطة في مجال الأعمال وتمكين النساء مهنياً واقتصادياً بالإضافة إلى نشاطها الإنساني التحقت أميرة بن كرم بمجموعة بن كرم عام 1997 كمديرة للموارد البشرية لتكون مسؤولة عن أكثر من 2000 موظف وأثبتت مهارتها الإدارية ترأست مجلس إدارة سيدات أعمال الشارقة فضلاً عن شغلها منصب مدير القافلة الوردية ومدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان وكانت رحمها الله عضو مجلس المؤسسين الفخري في منتدى الشارقة للتطوير كما كانت عضواً في عدد من اللجان الوطنية منها اللجنة العليا لجائزة الإمارات للسيدات وتم انتخابها في جمعية الإمارات للأمراض الجينية رجعنا لكم مشاهدينا طبعاً تابعنا هذا التقرير وهذه الشخصية اللي تركت بصمة كبيرة طبعا ما زال اسمها ينذكر بين أفراد المجتمع هي أميرة بن كرم طبعا شخصية عظيمة يعني أيضا رحيلها عن هذه كانت مفاجأة نعم مفاجأة فاجأت الكثير وكانت تجهز حق حدث كان قوي بس سبحان الله قضاء الله قضاء الله أسرق. طبعا يعني سبحان الله دائما الشخصيات العظيمة تترك أثر في مكانها تنذكر على مدى الأيام والسنين وما تنسى فأيضا هي كان لها بصمات كبيرة في مجتمع دولة الإمارات لاحظ أن الشخصيات التي تخلق لتعطي وتمنح العطاء تكرس حياتها دائما لخدمة الإنسانية والأعمال التطوعية فكانت من الشخصيات دائما التي تبادر على مد يد العون والمساعدة لمن تحتاجه في جوانب الأعمال أو الأعمال التطوعية نعم. تخفيف آلام الأطفال في مرض السرطان كانت هي عضو مساند وإلى جانب ذلك فنرى أن هذه الشخصية كانت من الشخصيات المتواضعة الشخصيات التي تقابل شخصية أي إنسان يعني بقلبها وروحها
وطبيعتها العفوية. وكنا نقرأ هالشيء في صورها، في حركة، في لغة جسدها. جسدها سبحان الله. الإنصات أحيانا وجلوسها مع سمو شيخة جوهر أثناء ما تعطيها تعليمات أو أشياء ملاحظات على أشياء معينة، تحسينها إنسانة جادة في المؤتمرات، عندها هم أو قضية معينة أو شيء معين تبغي تشرحها وتعرضها للناس. أثناء إنشائها مع جمعية مرضى السرطان للقافلة الوردية. صحيح، هي مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان. بالضبط، كان حضورها جدا بارز، حضورها جدا لافت، تسعى في كل مكان أن تتواجد، يعني كانت بما يسمى أن للشخصيات المساندة للأعمال الخيرية كانت تجلس بينها وبينهم، كانت الأكثر حضورا من بينهم، كانت تجذبهم بطريقة بصمتها هي كاريزما خاصة للمساهمة والإسهاماتها في الأمور الخيرية. نعم، طبعا هي أيضا ساندت المرأة في ريادة الأعمال. بالنسبة لأنها كانت في نادي سيدات الشارقة. نعم، فأيضا دورها أنها كانت مشاركة معهم في هذا المجلس، أيضا ملازمة للشيخة جواهر حفظها الله أيضا، فكان دائما لاحظ دائما بعد أستاذة مريم أن حفظهم الله يعني قيادتنا وشيوخنا دائما تختار الشخصيات التي تلامس الجانب الإنساني في شرائح المجتمع، ودائما هذه الشخصيات تأثر على مجتمعها. أيوة، تؤثر وتتقبل يعني التغيير أو مثلا المساندة أو التعاون. سبحان الله، كل شخصية من هالشخصيات التي تمثل مثلا قيادة أو داعم لمن يحتاجها دائما هي من العناصر التي دائما لها قبول وحضور غريب من أول لحظة. نعم. هو جميل لما الشخص أو الإنسانة تحمل قضية، مش ما بنسميها قضية ولا بسميها هم، هدف بسميها في الحياة، هدف أو هدف موضوع معين أو رسالة معينة، مسؤولية. أيوة. شيء معين. نعم. تشوفينها تستميت وتقاتل لأجل هذا، لأجل الوصول لأكبر شريحة من شرائح المجتمع. نعم. فسبحان الله، فعشان كذي كان أثرها واصل إلى الآن، الله يرحمها ويغفر لها. يعني يمكن فارقت الحياة تقريبا من سنتين. بس إلى الآن اسمها يذكر إلا ما يذكر في مجالس. أو لما تذكري مبادرة معينة صارت، أو تذكري حملة معينة قامت، الله يرحمها أميرة. صحيح، الله يرحمها ويغفر لها. هي كانت أيضا أحد أعضاء مجلس المؤسسين الفخري في منتدى الشارقة للتطوع. نعم، تم انتخابها أيضا في جمعية الإمارات للأمراض الجينية، كانت أيضا عضوا في عدد من اللجان، منها اللجنة العليا لجائزة الإمارات للسيدات، فكان لها الكثير. وأيضا في فترة من الفترات أيضا تم ترشيح نفسها، رشحت نفسها أيضا لعضوية المجلس الوطني، فكانت يعني مشاركة في مختلف في المجالات في تأسيس دولة الإمارات. تم تكريمها أيضا بعد وفاتها، استلمت جائزة أختها الأخت ريم بن كرم اللي حين تمشي ما شاء الله عليها على خطاها. نعم، على خطاها. وهي نادر ما تشوفين الناس رحلوا في عمر صغيرة. صغير، صح، وتركوا دوليا وعالميا. نعم. فأكيد لإسهاماتها ولمسؤوليتها والإنجازات. نعم، وأيضا اللي كان معروف عنها أن أي امرأة يعني سواء كان في مارت الشارقة لما تتواصل معها، حتى أن مثلا بالنسبة اللي عندهم مثلا كان مشروعها الخاص أو أي مشكلة مثلا متعلقة بالنساء، كانوا لما يتجهون لها أنها كمثلاً تعاونهم وساندهم. نعم، كان لها بار طويل في احتوائهم ومشاركتهم هذه المشكلة، أنها قد تحل لهم المشكلة أو تعطيهم الحلول. أيوة. أو توجههم، فكان بالها طويل وواسع للجميع. فأيضا هذه الشخصية اللي تكون يعني يكون قلبها مفتوح للجميع ما تنسى. أكيد، وأكيد تذكر على مدى الأزمان مثل ما يقولون. ومثل ما قلت أستاذة مريم، دائما نلاحظ سبحان الله توضع شخصيات صاحبة هدوء وفكر واسع ورؤية كبيرة لتغيير يعني أفضل، المستقبل أفضل. وهذه البصمة اللي تتركها هاي الشخصيات حتى لو رحلت بأجسادها، يعني إنجازات تظل خالدة مدى الحياة، تستحق منا التكريم وتتويج هذه الأعمال. وتحتاج منا أيضا أن نكون على نفس السيرة التي سارتها. صحيح، أن أيضا هي كانت لها المشاركات كثيرة من في دعم مرضى السرطان، وأيضا حازت على جوائز في هذا المجال، وأيضا حازت على جائزة الامتياز من قبل شركة H&M طبعا لمساهمتها في قضية السرطان وهموم حمل هموم مرضى السرطان. لها مساهمات. نعم. إنسانية كبيرة. نعم. الله يرحمها ويغفر لها. يعني
وكان هالشيء نابع مش مجرد انه شيء وظيفي، لا شيء انساني نابع من داخله. صحيح، لان الانسان ما راح يعطي في مجال اذا ما كان نابع من داخله. وحب العطاء وصلها ايضا، لو لاحظتي لها كانت ايادي في مختلف المجالات عندنا في الاماره. أكيد. كان لها بصماتها في اكثر من مجال عندنا ايضا في الاماره، سواء في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، الأسري. في المجال الاسري. فكانت حتى الطفوله، في مجال الطفوله، فكان لما لو ما كان لها لمساتها او ما كان لها فكرها الخاص وتكوينها ايضا المعرفي الخاص، ما كان بتخاف من المجال. لأن استاذة جيهان، الانسان اذا اخترق جانب الوظيفه وتعامل كانسان بكل ما يحتويه من اخلاقيات وقيم وعادات، سوف ترى انه يبدع في هذا المجال. وهي سبحان الله يعني رات ان تظهر الجانب الانساني والخير والتطوعي في شخصيتها، مما جعلها الصدى والقبول لكل من يتعامل معها. وكان لها كاريزما قيادية خاصة. سبحان الله. يعني هذا الشيء يمكن تلاحظه أستاذة جهنة أكثر مننا لأنها عايشتها. أيضا هي قريبة بالنسبة من أحد الأقارب. فلا هي شخصية كاريزما، يعني كاريزما معينة لها، هالة قيادية معينة. فحتى لما كنا نشوفها في مؤتمرات معينة أو في لها حضور خاص. سبحان الله. في الناس دائما هبة نعم من الله سبحانه وتعالى. دائما الكاريزما أصلا مقابلها كمعنى لفظي أو لغوي لها لهيبة الله. الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله كان الله عاطنها الموهبة هاي، فكانت لها حضور قوي حتى في تواجدها أبقى، حتى كانت في المناسبات الاجتماعية الخاصة أيضا لها طلتها. لما تدخل كانوا بيننا وبين الحريم، يعني منو هاي اللي جاي أو بنت منو هاي اللي جاي. فسبحان الله، يعطيها إن شاء الله نعيم الجنة بإذن الله ويرحمها برحمته يا رب. طبيعة أصلا الحياة ما اللي عاشتها وحبها أن هي تنوع دائما في أنشطتها، وكسبها وايد علاقات اجتماعية، لباقة، حوار، هذا خلى يعني سيرتها حتى يشوفي بعد رحيلها ما زال الناس دائما تذكرها. أثرها باقي. ايوه، وما زال ان هي تستحق ان هي تتكرم حتى بعد وفاته. ونلاحظ ان اثرها حتى مثل ما دائما احنا ردد بيكون على اساس المحيط، فانتقل للاخت، الاخت تمارس ما كانت الاخت تقوم به. سبحان الله، هذا دليل ان هذه الشخصيه كانت اهدافها واضحه وهدفها في الاساس رضا الله سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن الأثر اللي أتمنى من كل امرأة أو فتاة، بناتنا وخواتنا، هذا اللي لازم نبتدي نبني من الحين عشان نخلفه من بعدنا. صحيح. عشان باكر لما الله ياخذ أمانته يقول لك والله كانت فلانة كذي أو كانت علانة كذي، لما نقول احنا باللهجة المحلية يذكرونها بالخير. يذكرونها بالخير. فهاي هاي نعمة من رب العالمين على فكرة، نقدر احنا نبنيها الحين مكتسبة. ايوه، نكتسبها ونتعلمها ونسويها عشان باكر يتكلمون على نفسه. صحيح. لما الإنسان يفارق هذه الدنيا وهذه الحياة يكون ترك له بصمة في هذه الحياة، يذكرون الناس فيها. حتى لو ساعات ما بنقول بالشيء الكثير، لو حتى بابتسامة أو بكلمة. طيب. صحيح. طبعا هذا اللي تركته هذه الشخصية المميزة، وطبعا نحن نفخر أنها أيضا من إمارتنا، إمارة الشارقة. طبعا بالنهاية هي إماراتية، فمثل هذه الشخصية دائما نحن نحتفي فيهم، وأيضا دائما نحب نذكرهم في جلساتنا وفي حواراتنا، لأنهم بالفعل هم الشخصيات اللي نحن نقتدي فيهم ناخذ منهم قدوة ولو القليل. نعم. طبعا همساتنا لهذا اليوم تكون قد انتهت مشاهدينا، وسعيدين اليوم طبعا يوميا بوجود الأستاذة جيهان وايضا الأستاذة عائشة، يرقوني في هذا الحوار الجميل ويضيفون لي من هذه المعلومات الجميلة في مجالهم وخبراتهم في هذه الحياة. فشكرا لك أستاذة جيهان وايضا أستاذة عائشة. شكرا لك أستاذة مريم وأستاذة جيهان اللي هي اساس، يعني انا اشوفها قدوة جميلة ورائعة. حبيبتي ما لها جوهر صراحة، جوهر وحضور، كاريزما يعني لا نستطيع وصفها. طبعا يعني بالنهاية أستاذة جهان وأستاذة عائشة هي إضافة جميلة لها مساعتنا. تصبحون على خير، وكل من يتابعنا إن شاء الله استفاد من هذه الأشياء اللي تكلمنا فيها وهذه التفاصيل النسائية الجميلة. ومع السلامة.